نهار كامل لو تم تسبوا وتقولوا بصبع، بصبع اشرف منكم، بصبع هو ينقذ البلاد من ناتو. انا مش كره، راني معاكم. وش هو مش كره تاعكم؟ تخرج شويه انت يا اسكو نهار كره ولا راح في نورمال. الرئيس وعدنا انه يحسن لنا الانترنت، وعدنا انه نولي قوه عظمى عسكريا، وش حابين اكثر من هيك؟ اسكو احسن لكم من الانترنت يولي في قوه عظمى عسكريين. وعدنا انه يحسن الانترنت، وعدنا انه نولي قوه عظمى عسكريا، وش حاب اكثر من هيك؟ اسكو الشيء هذا يا راه شوفوا في ارض الواقع ولا لا؟ ما يهمش، المهم يوعدكم بعدي يحقق لك. وعدنا المهم وعدنا يوعد بعدي يحقق لك. من غير الوعود، هل هناك انجازات ام ايجابيات موجوده على ارض الواقع يمكن ان نراها بالعين المجرده وليس بالمجهر؟ كاين استقرار، شوف بلدان كيما ليبيا وسوريا، حرب والناس تموت، ها حاب كيما هكا انت؟ لا، حاب نكون كيما سويسرا مثلا، ولا كيما المانيا، ولا بلجيكا، ولا لوكسمبورغ، ولا بصح ذكرت لي غير سوريا وليبيا. غير سوريا وليبيا ما عندناش خيار بعد اخر. المهم تكون لاباس بيك، شوف كيف بلدان وش كيما معناته لاباس بيك؟ فاهم وش معناته لاباس بيك؟ تعيش، تاكل الخبز، تاكل الخبز، تاكل الخبز، لاباس. نفس سكالوب سكارو مش لازم، المهم تاكل حاجه اللوبيا فيها البروتين وخلاص. الايجابيات درك من فضلك اعطينا شويه ايجابيات موجوده على الارض. قاعد تهرب من السؤال نتاعي، انا نسقسيك انت تقول لي حاب تكون. لا لا مانيش حاب نكون كيما وفرنا ليبيا الحليب، وسوريا. وفرنا الحليب بكري، الحليب ما كانش في وقت بوتفليقه، كان يتقطع الحليب تاع الصوفيات، ما كانش بكري، كانوا الناس بلاشان، درك قلت لاشان ولات فيها شويه برك، قدها هذه شويه برك، اعطينا عدد لو سمحت. ولات لاشان فيها 50 ولا. ما شاء الله، لماذا رئيس الجمهورية يعالج خارج الوطن؟ لانه هما متطورين شويه علينا، من أي ناحية؟ هما شويه متطورين علينا، زايدين شويه، نحب الرئيس تاعنا يتعالج باحسن طريقه. الله يبارك ما شاء الله، وكان تمر أنت يديك تعالج حتى أنت برا؟ انا نعالج في مستشفيات بلادي، لا بس عام الآخر متطورين شوية عليك. احنا الرئيس نحبه يدي كامل الرعايه الصحيه اللازمه. وأنت ما تديش كامل الرعاية الصحية اللازمة. كيف 45 مليون يديو الصحة، الرعاية الصحية الكاملة؟ وعلاش لا يديروا لنا مستشفيات بمعايير ومقاييس عالمية في بلادنا؟ ما زال وعدنا الرئيس بها، بس ما درك وقتها في العهدة الكشمة الثانية بالك. انت من الصباح تقولي الوعود، الوعود هو يعني قدم قداه 54 التزام هكا. تقريبا ما هي الالتزامات او الوعود التي قدمها ووفى بها في الوقت الحالي؟ ما يهمش، ترك كورونا والرئيس مرض، كي تستقر الحالة ثم نهضروا. إعلان جامعي كذب عليك. لا احنا الحمد لله هنا نتفرجوا القنوات عادي، صايت ما تمنجلوا الإعلام الكذاب، صايت درك فمنجلهم، منجلهم المنجل. قول لي ساعة راك تحكي من نيت ولا قاعد؟ سنيت قاعد تكسر نحي الماسك هذاك وقلنا اني قاعد. وعلى عندنا انكسرتنا ديما سلبي وتجيب لنا غير السلبيات. راك مدير لنا العجار، راك في وسط خاوت. إذا أنت مقتنع بأفكارك كيما راك قاعد تحكي، هذا واش راك مدير في وجهك؟ احنا هكا لازم شكون انتوما؟ قلت لي احنا هكا شكون انتوما؟ حنايا اللي صوتنا، شكون؟ شكون صوتوا؟ العادية احنا صوتنا على الرئيس تبون. ولكن هل هناك انجازات في الوقت الحالي؟ يا سيدي قلت لك حتى يبرى الرئيس، كيف اهدر؟ وقبل ما يمرض، قبل ما يمرض جات ازمه تاع الكورونا، وقبل ما تجي الازمه تاع الكورونا كان يوجد باش يدير الخطه تاعه ولا غالب؟ يوجد باش يدير الخطه نتاعو. ماذا عنده خطه كبيره؟ يدير الخطه ولا الكونتر خطه؟ الخطه والكونتر خطه تاع باش يجيب الاموال، بس الخطه باش ينمي البلاد. والسوارد على واش ما كانش فلاب؟ ازمه سيوله، شكون اللي تسبب فيها الازمه تاع السيوله؟ تسبب فيها الشعب اللي ما يحط السوارد في البنكه. بصح هي المشكله في لابوست ماشي في لابون. ايه البنكه هي اللي تمد السوارد لابوست، دونك رايحه تسوارد في البنك فهي تمد سوارد في لابوست، لابوست يروح ويعاود يجبدهم لابوست. تما ما كانش انجازات. كاين وش هما؟ الحليب قلت لك، الحليب قلت لك. الحليب، الحليب تحساش هيك؟ نعم هذا يعتبر انجاز عظيم. ايه الانجازات الاخرى؟ كاين الخضره، كاين واش تحب، الخضره رخيصه، البطاطا ب 7000 كيما تحب، واش كاين تحب؟ البطاطا رخيصه ب 7000. نعم مقارونه 11000 برك تاع كاريدو، حيزيدوا لنا في الشهريه تولي للحد الادنى 2 ملايين، زادوا لك 200000 باه تقلش بيعه، باه تشري بيعه المقارونه. المهم تولي تكفيك خير من تري بيان 18100. صح، دونك 18100 ما تكفيش، 2 ملايين تكفي هكا. هي تولي شوية تهز لك المعيشة شوية تاعك. صح ما شاء الله ما شاء الله تري بيان، زيد سمي لنا، زيد يسمي لنا خويا ما شاء الله. كانت تعطينا في انجازات يعني ما جاتنيش انايا في بالي صراحة.
اسكو نهار كي رحت لبست لهم كيما هكا ولا رحت نورمال؟ لا لا، لبست لهم النظارات. ودرت لهم شكرا عليك. لا لا نورمال بالكابيش برك، علاه درت الكابيش؟ خفت لا يغدر في الزوافين في التصويره من البعيد. ما يحترموش للآخر. كيف يجي يصور، يصور الناس تفوتي يعني. وش فيها اذا انت مقتنع بالراي تاعك؟ خليه يصور على روحه. يا أخي أنا نحب نفوتي في ستر الله. علاه بس قاعد دير في المخبيقات انت يا وتحب أنت تروح تشري الخبز ولا تشري الدجاج نصورك أنا؟ نورمال عادي وراح نشري في الدجاج ماليش نشري في الزطلة. اشكر كونيكسيون راهي مليحة الايامات هذو ولا تعبانة شوية؟ لاباس بها، تتكوموندي في فيسبوك نورمال. الشعب يقول لك الانترنت ما كانش، الحمد لله الانترنت متوفره، تقدر تدخل فيسبوك جميع المواقع، رحمه من عند ربي. الناس تطعن في اتصالات الجزائر ويطعنوا في مؤسسات الدوله. علاش لماذا في نظرك انت؟ اللي هز استقرار البلد لانهم مبعوثين من فرنسا، مبعوثين من عند الصهاينه، هذو مرتزقه يبيعوا بلادهم عجل الصوارت. يخلصوا فيهم يسمى؟ نعم. وكيف يخلصوهم؟ بس يخلصوهم من برا ولا يبعثوا لهم فيغمون في لو كونت بونكير تاعهم ولا كيف؟ نعم، في السي سي بي تاعه. يسمى نقدروا نبعثوا الدراهم من برا لكونت سي سي بي؟ ها بارك الله فيك.